أيادي الإمارات البيضاء تواصل عطاءاتها، هذه المرة عبر مشروع الأضاحي الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت. المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناة السكان في المحافظة. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على مبادرتهم هذه لتوزيع اللحوم في الأعياد عيد الأضحى المبارك، ونشكرهم على المبادرة الجميلة. بحكم غلاء الأسعار في هذا البلاد، الرأس يوصل حدود 300 ألف، ومن ثم نشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لهذا البلد ولهذا الشعب الغلبان. نشكر الهلال الأحمر على مبادرته الطيبة على ضاحي العيد، بعضهم يقدرون يشترون، بعض الأسر ما تقدر على ضاحي العيد. نشكرهم وجزاهم الله خير، والله يكثر من أمثالهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله. نشكر طبعا الهلال الأحمر الجهود اللي قدمها، هذه مش أول مرة يتم التدخل معانا أو التعاون معانا في تنفيذ بعض المشاريع. اللحوم جزء مهم وحاجة ملحة جدا، بالذات لفئة الأيتام، لأنه ما يقدروا يشتروا لحوم العيد في هذه الفترة وضع المعيش الصعب. نحو 5000 أسرة من الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة استهدفهم مشروع الأضاحي، إضافة لاستهداف 300 من الأيتام. عملية التوزيع استمرت 3 أيام وأسهمت في إدخال الفرحة والسرور على الأسر المستهدفة. اليوم الحمد لله نختتم برنامج أضاحي العيد سنة 2023 بمحافظة حضرموت، والتي تستهدف إلى الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة والمحتاجة من اللحوم. الهدف من الأضاحي تغطية الأسر المحتاجة والأسر المتعففة حسب الظروف الصعبة اللي يمر بها هذه الأيام، والتوزيع يبدأ في اختصينا بساحل حضرموت بالكامل. مشروع الأضاحي الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يستهدف عددا من المحافظات على مستوى البلاد إلى جانب 70 دولة حول العالم، وذلك ضمن المبادرات الإنسانية للأشقاء في دولة الإمارات. يستمر ذراع الإمارات الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في التخفيف من معاناة المواطنين في حضرموت، ففي الوقت الذي عجز فيه الكثيرين عن شراء الأضاحي أطلقت الهيئة حملة لتوفير لحوم العيد لآلاف الأسر المحتاجة. عاصم البحيث، قناة الغد المشرق، المكلا.